الاحتكاك. نواجه احنا الاحتكاك في حياتنا اليومية طول الوقت. لما تمشي على أرض خشنة تكون رجلك ثابتة وماسكة في الأرض وانت بتمشي، غير مثلا لو مشيت على أرض ناعمة مثلا على ثلج، تلاقي نفسك رجلك غير ثابتة على الأرض، بتنزلق يعني. ولو جيت تدفع صندوق مثلا على أرض خشنة مثلا على سجاد، هتلاقي أنه دفع الصندوق أصعب شوية. ليش؟ لأنه الصندوق في تلامس بينه وبين السجاد، والسجاد سطح خشن. غير مثلا لو جبت نفس الصندوق وحطيته على سطح أملس أو ناعم مثلا على بلاط أو على ثلج، هتلاقي دفعه أسهل بكثير من دفعه على السجاد. ليش؟ لأنه الاحتكاك بين الصندوق والسجاد أكبر بكثير من الاحتكاك بين الصندوق والثلج. تقريبا أي شيء في حياتي اليومية فيه حركة يكون فيه احتكاك، مثلا حركة السيارة في احتكاك مع الأرض ومع الهواء، أو حركة الكرة مثلا فيها احتكاك مع الهواء. أي حركة في حياتي اليومية تقريبا فيها احتكاك. طب في عندي نوعين من الاحتكاك، الاحتكاك السكوني والاحتكاك الحركي. خلينا نشوف الفرق بينهم. نرجع لمثال الصندوق، لو كان موجود على سجاد مثلا، لو جيت تدفعه مثلا بقوة معينة، تخيل انه صندوق ثقيل، فلو جيت تدفعه ما حيتحرك على طول، حيبقى ثابت. بعدين تبدأ تزيد قوتك تزيد قوتك لين يبدأ في الحركة. طب لما انت كنت بتدفعه في قوة هنا مؤثرة، لو رسمنا الشكل النقطي، أنت قوتك بهذا الاتجاه مثلا، قوتك بهذا الاتجاه صحيح، هذه قوة الدفع، خلينا نسميه F الدفع. لكن الصندوق ما كان يتحرك في البداية، كان في حالة سكون. فإذا كان في حالة سكون معناته أكيد في كان قوة معاكسة لقوتك. ليش؟ لأن نحن نعرف من قانون نيوتن الثاني F أو محصلة القوة يساوي M في A كتلة الجسم في التسارع. وهذا الجسم كان ثابت في البداية لما أنت كنت بتدفعه، كان ثابت ما تحرك، معناها أنه التسارع ثابت، معناها أنه محصلة القوة كانت صفر، هذه F المحصلة. بما أن المحصلة صفر لكن أنت بتدفع، معناها أكيد في قوة ثانية بتدفع في الاتجاه المعاكس، هذه نسميها قوة الاحتكاك. طب حيكون احتكاك سكوني ولا حركي؟ لا، في هذه الحالة احتكاك سكوني. ليش؟ لأنه الجسم ما تحرك، كنت أنت بتدفع لكن الجسم كان لسه واقف ما تحرك، فبالتالي هذا احتكاك سكوني. والاحتكاك هذا سكوني، أو نرمز له برضو بF S. S يعني static، يعني ثابت، static ثابت أو ساكن. طيب افرض نفس الصندوق بدفع انا بالقوة وبدأ يتحرك، يعني فيه صار ايش؟ صار فيه سرعة، خلينا هذه نسميها سرعة، بدأ يتحرك، بدأ يندف. في هذه الحالة هو لسه فيه احتكاك لكن قوة دفعي كانت اكبر من قوة الاحتكاك. في هذه الحالة هذا الاحتكاك نسميه الاحتكاك الحركي. يعني لو مثلنا مخطط الحركة، هذه قوة الدفع F الدفع، حيكون عندي قوة احتكاك في الاتجاه المعاكس. دائما في قوة احتكاك قلنا، فهذا حنسميه قوة الاحتكاك، لكن في هذه الحالة الاحتكاك ليش؟ الحركي، لأنه الجسم بتحرك. صحيح في احتكاك لكن احتكاك حركي. ليش؟ لأنه الجسم بتحرك، لأن قوة دفعي أكبر كانت من قوة الاحتكاك السكوني، فبالتالي الجسم تحرك لكن لسه عندي الاحتكاك الحركي. وهذا اللي رمز له بالرمز F K. K جاية من kinetic يعني حركي، فهذا الاحتكاك الحركي. طبعا هنا لأنه عندي تسارع، شوف اتجه السرعة كل ما له بيكبر، معناها عندي تسارع، معناها F المحصلة اللي هي هتساوي M كتلة الجسم في A في التسارع. أنا عندي تسارع، شوف ما حتكون مساوية صفر. ليش؟ لأنه عندي تسارع،
فبالتالي المحصلة ما تساوي صفر. فهذا الفرق بين الاحتكاك السكوني والاحتكاك الحركي. الاحتكاك السكوني قلنا قبل ما يتحرك الجسم أنا بحاول أدفع الجسم بقوة أكبر من الاحتكاك السكوني، فلو دفعته بأكبر من الاحتكاك السكوني وبدأ الجسم يتحرك خلاص وأنا بحركه في عندي تسارع، يصير عندي هنا في احتكاك، ما زال في احتكاك لأنه في تلامس بين الصندوق والأرض، بس هذا الاحتكاك نسميه الاحتكاك الحركي. نشوف الآن نموذج لقوة الاحتكاك. يعني إيش نموذج لقوة الاحتكاك؟ يعني نبغى نحط كده معادلة رياضية نقدر نحسب بها الاحتكاك. طب خلينا نحاول نعرف العوامل المؤثرة على قوة الاحتكاك. نمسك الاحتكاك الحركي أول. يعني الآن شوف أنا بدف بقوة معينة، وبعدين في عندي قوة الاحتكاك في الناحية الثانية حركية لأنه الجسم فيه حركة، يعني في عندي تسارع. إيش رأيك؟ إيش حيأثر على قوة الاحتكاك هذه؟ نفكر فيها. مثلا لو افترضنا أنه هذا عندنا خشب، إيش رأيك لو غيرناه مثلا وخليناه ثلج؟ هل حتتغير قوة الاحتكاك؟ أكيد حتتغير. لو غيرنا الخشب وخليناه مثلا رمل، هل تعتقد قوة الاحتكاك حتتغير ولا؟ أكيد حتتغير. يصير لكل سطح مختلف قوة الاحتكاك حتختلف. طيب عرفنا أول عامل. طيب العامل الثاني من تجربتك أنت، يعني لما تكون مثلا جربت تدفع صندوق معين، لو زادت كتلة الصندوق، يعني لو حطينا مثلا صندوق ثاني فوقه، إيش رأيك حتتغير قوة الاحتكاك ولا؟ حيأثر زيادة كتلة الصندوق على الاحتكاك أو لا؟ أكيد حيأثر، لأنك حتضطر تدفع الصندوق بقوة أعلى. نفس الشيء مثلا لو قللنا وزنه، مثلا جينا هذا الصندوق قصناه بالنصف على سبيل المثال، إيش رأيك حتأثر قوة الاحتكاك ولا ما حتأثر؟ أكيد حتتأثر، تستخدم قوة أقل لدفعه بنفس السرعة. صار لو نبغى نعمل معادلة لقوة الاحتكاك FK، قلنا K جاية من كينيتيك فريكشن يعني الاحتكاك الحركي، هنقول والله انه قوة الاحتكاك تتناسب طرديا مع ايش؟ مع وزن الجسم. ليش؟ لانه كل ما زادت الكتلة طبعا زاد الوزن. احنا شفنا لو الجسم كانت كتلته كبيرة لو زدنا عليه صار حتزيد قوة الاحتكاك، فحتناسب طرديا مع مثلا نقول وزن الجسم، تناسب طردي. نقدر نشيل التناسب الطردي هذا ونحط ثابت اللي هو نقول يساوي، هذه حاجة اسمها معامل الاحتكاك الحركي، خلينا نكتبها، هذه ميو كي معامل الاحتكاك الحركي. هذا هو اللي يعتمد على إيش؟ يعتمد على نوع الجسم. لو كان خشب معامل الاحتكاك الحركي حيكون رقم ما، لو كان ثلج هذا حيتغير، لو كان رمل هذا حيتغير. نفس الشيء يعتمد على نوع المادة هذه، مثلا لو كان هذا خشب فيصير خشب على خشب له معامل معين، خشب على ثلج له معامل معين، خشب على رمل له معامل معين. لو كان مادة ثانية مثلا حديد، حديد على خشب له معامل معين، وهكذا. صار هذا المعامل هو اللي يتعلق بنوعية الأرض، نوعية السطح عفوا، ونوعية الجسم. المعامل يتعلق بنوعية السطح ونوعية الجسم. العامل الثاني قلنا وزن الجسم نفسه، بس احنا ما حنستخدم FG اللي هو وزن الجسم، حنستخدم FN. ايش هي FN؟ FN اللي هي القوة العمودية. إيش هي القوة العمودية؟ هي القوة اللي أثر بها السطح على الجسم. نرجعها كده على السريع. فاكرين لما كنا بندرس القوة قلنا لو عندي مثلا جسم، أي جسم موجود على السطح، إيش القوة الموجودة عندي؟ في عندي وزن الجسم اللي هو بسبب الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية بتجذب الجسم إلى تحت، هذا هو وزن الجسم، صح؟ طبعا لأن الجسم ساكن
ما بيتحرك على السطح، فأكيد في قوة من السطح على الجسم، يعني قوة تأثر بها السطح على الجسم، هذه هي اللي نسميها القوة العمودية Fn. طبعا لو كان الجسم ثابت يصير الوزن يساوي القوة العمودية. يصير هنا لما أنا أحسب الاحتكاك أخذ الـ Fn، يعني القوة اللي أثر بها السطح على الجسم، ما أخذ وزن الجسم، لا أخذ القوة اللي بيأثر بها السطح على الجسم. في هذه الحالة هتكون متساوية، ليش؟ لأن الجسم ساكن، فبالتالي وزن الجسم يساوي القوة اللي يأثر بها السطح على الجسم، القوة العمودية. لكن في حالات ثانية الـ Fn هتكون لا تساوي وزن الجسم. هنشوف كيف لما نحل مسائل. أهم شيء أنت الآن أفهم، عشان نجيب الاحتكاك الحركي Fk هيساوي معامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك قلنا يعتمد على مادة الجسم ومادة السطح، نحطه هنا، هو ثابت، عدد ثابت، نضربه في القوة العمودية. القوة العمودية قلنا القوة اللي أثر بها السطح على الجسم، مو وزن الجسم، لا، قوة اللي أثر بها السطح على الجسم. طب ليش ما أخذنا وزن الجسم؟ هنشوف السبب لما نجي نحل مسائل. طيب هذا كان الاحتكاك الحركي، ليش؟ لأن الجسم بيتحرك، شوف عندي سرعة، الاحتكاك الحركي نجيبه كده. طب خلينا نشوف الاحتكاك السكوني. الاحتكاك السكوني كيف بيكون؟ لما يكون عندي مثلا هنا قوة تدفع، خلينا نرسم الجسيم النقطي، هذه قوة الدفع، هذه قوة الدفع، وعندي في الناحية المعاكسة قوة احتكاك سكوني static ثابت. طبعا هنا نفس العوامل اللي تأثر على الاحتكاك الحركي تأثر على الاحتكاك السكوني، مادة الجسم نفسه، مادة السطح، وبرضو القوة العمودية، يعني قوة دفع السطح على الجسم، برضو تأثر هنا في قوة الاحتكاك السكوني. طيب يعني برضو عندي الاحتكاك السكوني Fs، هيكون هنا عندي معامل الاحتكاك السكوني. شوف افرق، هنا احتكاك معامل احتكاك حركي، هنا معامل احتكاك سكوني، لكن برضو يعتمد على المادة، مادة السطح ومادة الجسم نفسه، وبرضو هتكون مضروبة في الـ Fn، القوة العمودية، يعني القوة اللي بيدفع بها السطح على الجسم، هذه هي Fn، مو وزن الجسم Fg، لا، القوة اللي بيدفع بها السطح الجسم Fn. فعندي قوة الاحتكاك السكوني هتكون مساوية لمعامل الاحتكاك السكوني مضروب في القوة العمودية. متى تساوي؟ تساوي لو بدأ الجسم يتحرك، يعني أنا أقعد أدفع الجسم أدفع الجسم أدفع الجسم إلى أن يبدأ بالتحرك، هنا معناها أنه والله قوة الاحتكاك السكوني تساوي هذا الكلام. لكن في الوقت اللي أنا بأدفع به الصندوق والصندوق ما بيتحرك، قوة الاحتكاك السكوني هتكون إيش؟ ما هتكون مساوية لهذا الكلام، هتكون أقل من. صرحنا نقول إنه قوة الاحتكاك السكوني هتساوي معامل الاحتكاك السكوني في القوة العمودية لما يبدأ الجسم بالحركة. لكن قبل ما يبدأ الجسم بالحركة طبعاً قوة الاحتكاك السكوني أقل، فبالتالي نستخدم أقل من هذا الكلام. فأهم شيء تخرج به من هذه النقطة هذه المعادلتين، قوة الاحتكاك الحركي تساوي المعامل يعتمد على الجسمين ويعطي قوة في القوة العمودية، وقوة الاحتكاك السكوني برضو تساوي المعامل بس للاحتكاك السكوني في القوة العمودية يكون أصغر من أو تساوي. ليش استخدمنا أصغر من أو تساوي؟ لأنها تكون مساوية لو بدأ الجسم الحركة، لكن لو ما بدأ الجسم من الحركة فهيكون أقل من. أوس آخر شيء بوريكم هذا الجدول، يقول لي معاملات الاحتكاك المثالية، بعد كده شوف أعطاني معامل الاحتكاك السكوني ومعامل الاحتكاك الحركي، وهنا حسب مثلا مطاط فوق خرسانة جافة، هذا معامل الاحتكاك السكوني وهذا معامل الاحتكاك الحركي، بعدين مطاط فوق خرسانة رطبة، معامل الاحتكاك السكوني ومعامل الاحتكاك الحركي، وهكذا. شوف كل مادة على مادة ليها معامل احتكاك سكوني ومعامل احتكاك حركي مختلف.